الحرمان الكلي من التعليم، أداة بتستخدمها إسرائيل للضغط على الأهالي لاقتلاعهم من أرضهم في عدة مناطق فلسطينية. بقول لك هذه منطقة عسكرية. عن إيش؟ هذه اللي محل المدرسة منطقة عسكرية. بدمش. ممنوع. الحرب على التعليم واضحة وصريحة في مسافر يطا. بهدم الاحتلال المدارس وبصادر الخيم التعليمية. وبهاجم بآلياته العسكرية أي مكان بيجتمع فيه طلاب مع أستاذهم. بقينا نقرأ في خيمة أخذوها وحن نقرأ في عييتي. يا صح. دو مشينا عشان هذه أرضنا بتطلعونا منها. حولنا ونصبنا خيام كمان واجوا حملوهن بالحمام بالخزان المي للولاد. أول مرة هدد المدرسة، ثاني مرة هدد اللي أخذ الخيام والحمام، كتبوا وراهن ممنوع البنايا. نهاد من كت العروض بضل ماشيين مع الخط تنصل المدرسة. نمشي مسافات طويلة. بعد مرات بلاقينا جيش ومستوطنين. تمهيداً لجريمة تطهير عرقي وترحيل قسري للسكان، بعيش أهل المسافر ظروف صعبة، محرومين من أي خدمات صحية وبنية تحتية. استمرار العملية التعليمية اليوم هو نضال يومي للأهالي، رافضين كل سياسات التجهيل. والله تعليم هالولاد اليوم أقولك إنه يعني الشهادة إسلاح مع الواحد. إحنا راحت علينا، أنا بحكي معاك ما قرتش من مرة. أنا عشاني ما قرتش حاب إنهم كلهم يقرين، حاب إنهم يتعلم. يدور سابكو العمر سابكو العمر. إيش بدك تصير؟ دكتور، مهندس، معلم، صحفي، معلم، أظافر، أدرس عربي، رياضيات، إنجليزي.